السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم بوصفة جديدة. طبختنا لهذا اليوم هو شيش طاووق بالفرن. مكونات هاي الوصفة: عندي هنا 4 أنواع خضروات غسلتها وقطعتها بهالشكل، فلفل أحمر حلو، فلفل أخضر، طماطة والبصل، قطعتها بهذه الأشكال. هنا عندي 3 قطع صدر دجاج قطعتها مكعبات، لا كبيرة ولا صغيرة، وخليتها بخلطة صار لها 4 ساعات. مكونات الخلطة راح تظهر لكم في فيديو آخر. تتبيلة التكة هي كالتالي: حطيت ملعقة كبيرة دبس الرمان، شوية من بهارات قص الدجاج هم تطلع كلش طيبة، هذا الباودر الأحمر هي بابريكا، ملعقة طعام لبن زبادي، فصين ثوم ثرمتها، وملح، وراح اخلي ايضا زيت الزيتون واخلطها سوية. زيت الزيتون خلو ملعقة طعام. بالنسبة لصدر الدجاج، طبعا كل ما يبقى اكثر بالخلطة التوابل تنطي نكهتها ويمتصها صدر الدجاج فيكون طعمه كلش اطيب. هسه راح نبدي بطريقة العمل. هنا عندي هذه الشياشة الخشب منقعتها صار لها ساعة بالمي على مود ما تحترق اثناء الشوي، وهنا عندي قالب فرشت بيه ورق الزبدة. هسه راح نبدي نسوي الشياشة، راح نحط مرة قطعة صدر دجاج مرة خضروات وهكذا، وستشوفون شكله شلون يصير. شيشتها بهالطريقة هذه، هخليها هسه بالصينية، هسه جاهزة انه تدخل الفرن. لاحظوا طريقة عملها، ادخلها فرن على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة. طبعا اذا الفرن غازي تفتحون اول شيء جوا وبعدين تفتحون الفوق، تقسمون الوقت على 2. اذا الفرن كهربائي تفتحون 2 سوا، وتبقى طبعا حسب درجة حرارة فرنكم. اني حخليها 25 دقيقة وافتح الفوق والجوا سوية. وصفتنا صارت جاهزة، نقدمها بهالشكل هذا. إذا تحبون ويا الرز أو تحبون ويا المقبلات، هاي تبقى حسب رغبتكم. إن شاء الله تجربون الوصفة وتعجبكم. أرجو أن تشتركون بقناتي على اليوتيوب، قناة من بغداد، فروم بغداد. وإلى اللقاء بوصفة جديدة.